حياتي ظلم وجحيم ومكركبة مش عارف كيف بدي أعيش والله. وإذا أي سيارة تطلع على الشارع فكرهم الجيش وعجوا على الدار. الديمقراطية الأولى في الشرق الأوسط. ولع يا با بس ولع ولع. حرية حقوق الإنسان دول العالم الحر. رفض بيت يا أبا عسكري. لما بصير حاجة في السير قضية سياسية بعلك ومن برض الكلب اللي عاق. طب الولد عمره فوق 18. وبعدين هاي بيتي اللي عن جد جدي برضو صادروا البنت هذه لحالها الارهاب اللي صار فيها والحالات النفسية انا بقعد اقنع فيها انه مش كل تطبيل على الباب يعني جيش. أنا بعتقد إنه المستوطن كان سكران مروح من حفلة رأس السنة بالليل وصار معاه الحادث واحتمال يكون إنه مريض بالقلب كمان. هذه كلها الحقائق أخفوها. أسئلة كثيرة تحتاج لإجابات. هل هم مسؤولون عن ما جرى؟ هل إلقاء الحجارة كان السبب أم لا؟ هل كان المرحوم مريضا وربما فقد السيطرة على سيارته؟